اسمي راشيل خشان عايشة بالسبتية منطقة بلبنان. صراحة أول فترة أو أول ردة فعل كان عندي إياها كان خوف كتير كبير، لأنه فجأة بطل في شيء عندي ارتكز عليه مادياً على القليلة بحياتي. Mi nombre es Martín Reto y vivo en Lima, Perú. Mis miedos es que no pueda caminar. Aparte de eso, pienso en mis hijos a futuro y me pregunto cuándo podré caminar. Eso es lo que yo me pregunto. أول ما صرت عاطلة عن العمل أول فترة كانت صدمة شوي سلبية لإلي، وصار عندي أول شيء شك بحالي إنه بقدراتي بمهاراتي أنا شو بقدر أعطي كشخص، وتاني شيء صار عندي خوف لأنه مثل ما قلت إنه أنا ما بقى عندي شيء ارتكز عليه مادياً. فهيدا الخوف وهيدا الشعور سيطر علي لحوالي 3-4 أيام، وما كان شيء كتير ما كان شيء حلو ابدا، لانه انا شخص بحب كون ماسكه زمام الامور بحياتي وعارفه حالي وين رايحه. Mi vida día a día es, mi esposa me despierta para darme mis alimentos, asearme personalmente, porque yo no puedo moverme. Me cambia mi ropa, me pone a mi silla de ruedas, me lleva a la sala. Es una mujer muy luchadora, es mi confidente. Y es todo para mí, porque yo nunca pensé que ella iba a estar con este cargo y me da mucha pena verla a ella.
Verme postrado en una silla de ruedas, para mí es muy doloroso depender de mi hijo, mi esposa, que me atiendan, que me ayuden. Y doy gracias a Dios de que hasta ahorita no me abandonan. Tengo el apoyo de ellos. El tercer timbre que tengo es que mi familia ya no puede apoyarme. Porque a veces la familia se cansa. Tengo mi hijo que está en la universidad, a veces ya cansado. Tal vez me diga, no puedo ayudarte. الفترة الأولى اللي وقتها وقفت فيها شغل أو بطل عندي شغل كان الفترة السلبية يعني بتذكر موقف كان وصلني يمكن لأقصى درجات اليأس أو هنيك حسيت بقوة الضربة خلينا نقول يلي صارت معي كنت عم بحكي كنت بالسيارة عم سوق وبنص النهار جمال أنا ما بسوق بالنهار أنا بكون بالشغل فعم سوق على الطريق وبتتصل في رفيقتي هي برات لبنان مسافرة وعم تطمن عني مثل العادة فأنا بدي أخبرها أنه أنا فللوني من الشغل يعني حتى مش أنا قدمت استقالتي فللوني من الشغل وأنا عم خبرها هيك كأنه رجعت أنا أكلت الصدمة مرة تانية عم برجع أنصدم مزبوط أنه أنا ما بقى عندي شغل أنا ما بقى عندي ثبات أنا ما بقى عندي أمان فهيك فجأة بطلت قادرة أكمل حكي وقفت وصرت أبكي وتعتير وخلق وشو بدي أعمل بحالي كان صدمة كتير كتير بشعة بس أنه بعتقد هيدا كانت أسوأ شيء وصلت له بأول فترة سلبية كانت La incertidumbre que tengo es no poder caminar en primer lugar. Mi familia, que está de por medio, es lo principal para mí. En pensar que es el día de mañana para mis hijos, tener que solventar sus gastos de universidad, de pasajes, de pagar luz, agua. Es algo que yo no puedo evitarlo. Es algo que sí o sí tiene que pagarse, porque nadie se va a compadecer de mi enfermedad y decir, no pagues. Eso es lo que más me preocupa en toda mi familia, tener que tener una calidad de vida para mis hijos. Que no le falte un plato de comida.
كرمال اتخطى كرمال اتخطى عدم اليقين بالميل المادية، انا شخصيا اول شيء بعمله هو اني ركز على مصروفي، انتبه كيف عم بصرف وين وبأي محل إذا ضروري ولا لا. تاني شغلة بقدر نبش على مصدر يأمن لي مصروف ولو جزئي ولو شو ما كان ولو يمكن صغير، بيقدر يساعدني بهيدي المرحلة الانتقالية اللي أنا فيها. أنا بس على صعيد عدم اليقين إذا بدك من الناحية الشخصية، هيدا فيه يكون موجود حتى لو الشخص عم يشتغل أو حتى لو عنده وظيفة. أنا شخصياً رح أحكي عن حالي لأن كل حدا بيعالجه بطريقة. أنا بعالجه أول شيء بالصلاة، وتاني شيء بإني حيط حالي بعالم بتعطيني ثبات معنوي، لأنه الأشخاص اللي حوالي هي اللي بتأثر على حالتي النفسية أكتر يمكن مما أنا بأثر على حالي. عاطلة عن العمل هو سبب من الأسباب يلي معقول تؤدي لعدم اليقين. نحن بحياتنا كتير نتعرض لعوامل خارجية بتخلينا نوصل لمحلات سلبية أو لعدم ثبات أو لشعور سلبي بالإجمال، وعدم اليقين هو أكبر واحد فيهم. خليني أقول إنه شو ما كانت العوامل الخارجية اللي عم تأثر على على حياتنا أو على نفسيتنا، أهم شيء وأنا شخصياً اللي ساعدني هو إنه مش بس ما نفقد الأمل، ما نفقد الإيمان، إنه نآمن أول شيء بالمرحلة الأولى إنه في رب خلقنا مش ليتركنا، هي أول شغلة. تاني شغلة إنه ما نفقد الإيمان بحالنا، لأنه أنا اشتغلت على حالي وصلت على محل لازم آمن بحالي إنه أنا بقدر أوصل للمحل اللي أنا بدي إياه. فخلي لازم خلي عطول يكون في عنا أمل، حتى لو ظروف حوالينا ما بتخلينا يكون عنا أمل، نحنا من جوا خلينا هيدا الإيجابية نحنا نعطيها للعالم الخارجي بدل ما ناخد منه السلبية. Mi prioridad es primeramente el bienestar de mis hijos, mi salud, poder empezar una rehabilitación que son fundamentales para poderme rehabilitar, para poder caminar, pero no sé qué a qué largo plazo, corto plazo pueda ser mi rehabilitación
pronta o tal vez progresiva. No lo sé todavía. Mira, míralo a él, míralo a él, no lo voy a sacar. بصراحة لإلي شخصيا يمكن العالم تفكرني إنه أنا كتير متفائلة، هيدا مش تفاؤل، برجع بقول لك هيدا رجع، أنا مستقبلي كتير حلو. شو ما رح يصير معي، عن جد شو ما رح يصير، أنا أكيدة إنه رح يكون لصالحي. وإذا ما كان لصالحي بمرحلة من المراحل، رح أستفيد منه. بس اللي أكيدة أكيدة منه هلا إني مني خايفة من يلي جاي، أنا أكيدة إنه رح يصير شي كتير حلو. ورح لاقي شغل، وإذا ما لقيت شغل رح لاقي شيء تاني يقدر يساعدني إني أوصل لهيدا الأمان، على القليلة الأمان المادي اللي أنا بطلبه لحياتي اليومية. Mi fe es la que me fortalece. Mi fe en Dios. Yo sé que Dios me va a dar protección, me va a dar fuerzas, va a reunirme con mi familia. من بعد هيدي الصدمة السلبية أول فترة، بصراحة ما كان عندي شعور بالأمان صح، بس بنفس الوقت كان عندي مش أمل على قد ما إنه رجع. يعني الأمل بيكون مبني يمكن على شيء ثابت أو بينما الرجاء بالنسبة يعني أنا رجائي كان أكيد، يعني أنا أكيدة إنه شو ما رح يصير معي بعدين رح يكون كتير منيح، بس ما بعرف شو هو. Yo sé que a la larga o a la corta voy a empezar a moverme. No será hoy, pero va a suceder. Poniendo mi parte y gracias a Dios. Con mi fe, salgo adelante y mi familia. ¡Uno!